كيف بدي أتميز مهنياً ووظيفياً؟ شو هو السر اللي بيخليني أتقدم في عملي وأنتقل لمناصب إدارية عليا؟ كيف بدي أحقق أكبر إنجاز ممكن في حياتي المهنية؟ شو يعني إدارة؟ أجوبة عملية رح تحصل عليها وأكثر من خلال مشاركتك في دورة أساليب إدارية عملية على منصة أكاديمية العمران. كونوا معي، أنا محمد تملي، وحضر الجورنال تاعك لتكتب كل شيء رح تتعلمه وتبلش في تطبيقه.